كما صارت العادة فرقة في الاستوديو دازم تختار أماكن جميلة لإجراء كاستينج البرنامج. وبما أننا في مدينة فاس حققنا رقم قياسي في عدد الطلبات فغنقترح عليكم أولا أنكم تكتشفوا الأجواء ديال يوم أمس. تملي معاك تملي في بالي وفي قلبي وانا بنساك. اختي اكرام بغيناك تعاودي لنا شنو استفدتي من التجربه ديالك باش حنايا نستافدوا هذا العام ان شاء الله. التجربه كانت زوينه بزاف واستفدت منها بزاف، واللي كنصح به لي كونديدا ديال هذا العام ان شاء الله انهم يسمعوا يسمعوا للجنه التحكيم وياخذوا بعين الاعتبار داكشي اللي كيقولوا ليهم. السفر بالنسبه لجميع الناس مرتبط بالراحه، ولكن هذا المبدا لا ينطبق على لجنه التحكيم اللي الناس ديالها كيشتغلوا بشكل كبير كل ما وصلوا شي مدينه، علاش؟ لان طلبات كثيره والمعايير صعبه والاتفاق بيناتهم ما كيكونش سهل. سي درهم ورانا اليوم الصباح هكا قدك ديال الوراق ديال الناس اللي تصنت لهم الموسيقى ديالهم، غادي نمشيو نشوفوا حالا كيفاش كتشتغل لجنه التحكيم وكيفاش كتكون المداولات لاجل اتخاذ القرار. لا حد قال عنك خبر يفرحنا، ولا حد قال عنك. عندك واحد النبره مزيانه، نبره صوتيه مزيانه، عندك طابع التمبر مزيان ياك، ولكن بغيتك تغني ماشي بحال كتغني غير لي انا قاعدين في شبيت وتتغني لي وكتدندن، خصك تغني بحال كاين واحد الجمهور وتخرج صوتك مزيان. تيق نفسي براو، شكرا. هذا كل الملف ديال الناس اللي دازو غادي يكون واحد 80 واحد او كذا و80 بنسبه قليله اللي توفقات، وكنظن بينا راه باقي واحد الطواله كثيره ديال سميتو غادي تخليونا واحد شويه نخدموا من بعد عاد نديروا شي لقاء الا بغيتوا. صبري عليك طال طال واحتار فيك امري جفا ولا دلال عملني محبابك حبابك سال عليا. سناء العلوي المحمدي. غزلان بن حليمة. كنتمنى لكم حد موفق ان شاء الله وبانكم تقضيوا اوقات ممتعه في مدينه الدار البيضاء. الان حنا سالينا من مدينه فاس في الفرق التقنيه للقناه الثانيه غادي توجه نحو عاصمه الشرق وجده باش نكتشفوا ان شاء الله اصوات جديده. الى اللقاء.